العلاقه ما بيننا وما بينهم يعني حاجه كويسه جدا. وانت بتتكلم عن الكابتن سيد غريب، تعال نشوف بقى التقرير ده. كابتن سيد غريب وكابتن تامر دسوقي بيقولوا ايه عن احمد سيد غريب وطه محمود. الحمد لله الفتره اللي فاتت اشتغلنا كويس قوي، فتره الاجازه اشتغلنا فيها كويس، اشتغلنا فيها صبح بعد الظهر، الولاد اشتغلوا كويس الحمد لله، عملنا الماتش كويس اللي فات وكسبنا، وكسبنا اداء نتيجه واداء الحمد لله، صدرنا البطوله وان شاء الله فاضل لنا، انا بقول فاضل شوطين الماتشين دولت شوطين، شوط عندي وشوط في ملعب المقاولين، ان شاء الله نخلصهم باذن الله. واحمد سيد حاجه كويسه وبيفيد الفرقه، والفتره اللي فاتت طلع الدرجه الاولى وكان ماشي كويس مع الدرجه الاولى، ونزل الماتش اللي فات الحمد لله كان مؤثر جدا في الماتش، والحمد لله يعني احمد من اللعيبه الكويسه اللي انت تقدر تتحركهم في الاماكن كتير، بيلعب في الحته اللي قدام كلها في الاربع مراكز كويسه قوي، هداف الفرقه، شغال كويس الحمد لله الفتره اللي فاتت. طه لعيب كبير ومستقبل النادي، لعيب انا بقول لعيب اوروبي، مش النوعيه دي مش عندنا موجوده في مصر كتير منها، ان شاء الله ربنا يحميه ان شاء الله ويحفظه ويبقى اضافه كويسه للدرجه الاولى. ان شاء الله عندنا ثقه فيكم كبيره جدا، والجهاز كله والكابتن خالد ومستر مايكل، ان شاء الله نحقق البطوله. انا قلت لهم النهارده دولت انتوا فرقه بطوله، على طول بتاخدوا بطوله الجمهوريه على طول مكتوبه باسمكم، فان شاء الله باذن الله نحققها السنه دي. الحمد لله ان احنا هنا قبل التوقع بشكل كويس قوي الحمد لله، تعثرنا في اول مباراه في التصفيات، لكن الحمد لله بعد كده الكيرف في عالي والفرقه كانت بتقدم مستويات عاليه جدا. زي ما قلت لك عندنا لعيبه من احسن اللعيبه موجوده في سنها في مصر. احمد لعيب امكانياته هايله، لعيب ممكن يبقى ليه مستقبل كبير مع النادي الاهلي، امكانياته الفنيه والجسمانيه، وتكلم في لعيب سنه صغير 2002 19 سنه بالامكانيات دي، وهو سبق لي وطلع اتمرن مع الفريق الاول وادى بطريقه كويسه الحمد لله. من اللعيبه اللي انا متوقع لها ان شاء الله باذن الله ان هي يبقى ليها فرصه كبيره مع الفريق الاول ان شاء الله باذن الله. طه احنا مسمينه كاكا تأمنا باللعيب البرازيلي الشهير، يعني هو لعيب شيك وستايله حلو وكرته حلوه ولعيب كوره يعني تحب تتفرج عليه وهو بيلعب يعني. ان شاء الله برضه اتوقع له باذن الله باذن الله انه يكون حاجه كبيره في النادي الاهلي ان شاء الله. الحمد لله احنا شايفين الدنيا قربت، محتاجه ان احنا نتعب اكتر من الفتره اللي فاتت، هو كل اسبوع ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا فيه، وهم رجاله وعلى قد المسؤوليه وحاسين باللي هم فيه وحاسين يعني ايه بطوله النادي الاهلي وحاسين يعني ايه لعيب في النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله احنا مستنيين منهم زي ما قلنا لهم يوم الاثنين ان شاء الله نحتفل بالبطوله ونحتفل برمضان ان شاء الله يكون ثاني يوم باذن الله.